سلام، معكم نريمان. نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم باذن الله راني رايحه نقدم معكم تحليه بريطانيه اللي هي تحليه الكرومبول بالتفاح. الوغ بوغ لي زانغريديون تاع هاد التحليه، واش نحتاجو فيها؟ حبيبات تاع التفاح، استعملي لا كونتيتي اللي تحبيها وقطعي هذه ترونش كيما هكا وفرشيها في ست فيها في لومول تاعك. انا لومول تاعي لهنا القطر تاعو 30 سنتيمتر. نحتاجو نص مغرف كبيره تاع القرفه بودغ هايليك، نحتاج نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع المارغارين، وكاس معمر تاع الفرينة. تبعوا معنا باش تشوفوا كيفاش راح تندار هاد التحليه. نبداو بسم الله على بركه الله. نبداو مع المواد الجافه، نغربلو الفرينه تاعنا ونزيدو عليها لو سكر. لهنا الناس اللي يحبوا السكر بزاف يقدروا يزيدوا الكميه تاع لو سكر. نزيدو عليها نص مغرف كبيرة تاع القرفة ونخلطوهم. فوالا، لهنا حبيت نقول لكم باللي في هاد المرحلة هذه تقدري تزيدي كاوكاو محمص ترحيه وتزيديه مع هاد المواد الجافة، راح يعطي نكهة بزاف بنينة لهاد التحلية هادية. ينفو نخلطوهم، نزيدو المارغارين. المارغارين ذوبيها، ومن الأحسن هي لازم مش من الأحسن تكون باردة. نبسو الفرينة تاعنا بالمارغارين هكذا. فوالا، كيما راكو تشوفوا انا لهنا بسست الفرينة تاعي بالمارغارين، لا كولور تاع الفرينة تبدلت هايليك. دوكا واش ندير؟ نوزع هذيك الفرينة على كامل التفاح تاعي، نحاول كيفاش نخلي الفرينة تغطي كامل هذاك التفاح. الفرن تاعي راهو يسخن، شعليه من قبل على درجة حرارة 180، نخليوها في لوفوغ على الأقل مدة 25 دقيقة. هي كيفاش تعرفي باللي هاد التحلية تاعك طابت؟ الفرينة يتحمر الوجه تاعها، التحلية تاعنا تولي حمراء، الوجه تاعها يتحمر. خلاص أنا دوكا نحطها في لوفوغ طيب ونرجع لكم إن شاء الله. هاي ليك التحليه تاعنا بعد ما طابت كيما راكو تشوفوا. قلت لكم الفرينه الوجه تاعها يتحمر، تتحمر هاي ليك كيما راكو تشوفوا. دوك نقطع معاكم ام بتي مخصو باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. ان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم. تاني حبيت نقول لكم باللي هاد التحليه هذه تقدري ديريها سواء بالتفاح ولا بالاجاز، ولا تخلطيهم لي دو، راح تعطي لك نكهه بزاف روعه. الوغ كانت هذه هي التحليه تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم وتجربوها، لانه تحليه بسيطه وسهله ان شاء الله تعجبكم. الى عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو باش هكا تشجعوني نقدم لكم الافضل. ابونيو في القناه باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات واحده اخرى. السلام عليكم.